اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من مسابقه وزاره الشباب والرياضه التاريخيه تحت عنوان اعتز بمصريتك، ومع سؤال حلقه النهارده واللي هيقدمه لنا المؤرخ الكبير دكتور بسام الشماع. اتفضل يا دكتور. تحياتي اليكم جميعا. في النوبه المصريه العظيمه وفي القرن الماضي تم انقاذ اكتر من معبد واكتر من اثر لما بدات الميه تتجمع ورا السد، ومن ضمن المعابد اللي تم إنقاذها معبدي أبو سنبل من عصر الملك رمسيس الثاني. تقدر تذكر لي 5 آثار تم إنقاذهم في النوبة أيضا؟ بنشكر حضرتك يا دكتور على سؤال حلقة النهاردة. انتظرونا في الحلقات الجاية لمسابقة وزارة الشباب والرياضة اليومية. تحياتي.